اليوم تم تحرير الكتيبة العسكرية في قلب مدينة طفس بعد أن تم تكبيت قوات أسخسار فادحة. هذه إحدى الغنائم والمستردات التي قام جيش السور الحر بأخذها من الكتيبة العسكرية. هذه الأدوية التي تم أخذها من قبل المشفى الميداني في مدينة طفس. هذا الدواء كان تصادره قوات الأسد. هذه الأدوية تم اليوم أخذها من الكتيبة العسكرية بعد أن تم مصادرتها من قبل قوات الأسد. اليوم هذه أدوية أطفال أصبحت بيد أبطال الجيش السوري الحر ليتم توزيعها من جديد على المدنيين وعلى أطفال مدينة طفس. اليوم تم تحريرها بشكل كامل. أبطال الجيش السوري الحر يعودون من جديد لتحرير الكتيبة العسكرية. هذه الأدوية. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر.